اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. فيديو النهارده من الهرم بلازا، الفرع اللي موجود على طريق الملك عبد الله اللي كنت صورت لكم فيه من قبل من كام يوم. يعني عندهم شويه بيجامات تحفه، شايفين على 25 وفي كمان على 30 و35، بس الخامات بصراحه حلوه جدا. عندك دي كده يعني فيها نص كم، وكم التاني ساقط لو تاخدي بالك. في منها كمان لون بينك، جميله الوردي دي تقريبا على 30. شايفه بقى الساتان البارد التحفه اللي تلبسيه كده وانتي مغمضه. في لون تاني برضو، الاتنين احلى من بعض. دي ساتان يا جماعه بس حلوه قوي على 30، مش اي ساتان تاخديه بصراحه، لان في ساتان كده بيحرحر ومش حلو خالص. على 25 منها بس شورت، اما التانيه بنطلون على 35، على برضو 35. حتى اللون ده حلو. في لون تاني يعني البيجامة ممكن يبقى فيه منها لونين، مش هقولك ثلاثة لا اتنين. دي بقى كده تلات قطع، استنوا هتشوفوا معانا كده، فتحناها علشان تشوفوا انها تلات قطع، في شورت والبادي وكمان الروب. في منها لون تاني على 35، حلوة خامتها حلوة برضو. في منها شورت معاها شورت، يعني انا شايفة انها حلوة بصراحة على 30. لا هتلاقي بشورت 25 كتير، كمان هتلاقي تشكيلة حلوة قوي ب 32 برمودا، ب 32 برمودا، ب 19. بس يعني انا شايفة المقاسات انها تمشي مع السن المحير اكتر، هي برمودا بس تمشي مع السن المحير اكتر اعتقد، يعني على 19. هي خامتها حلوة مش وحشة. هنا برضو تلات قطع بنطلون على 39، بس كان نفسي يبقى فيه درجة تانية البادي، لكن الروب والبنطلون حلوين والله. البادي محبتوش بس طبعا يمشي مع ناس تانية. الطقم ده على 54 مش عارفة ليه. طب في منه على 39 وتحفة، استنى ويمكن اللي ب 39 احلى، مش يمكن احنا خدنا منه بصراحة حلو على 39. تسعة وتلاتين الدرجة التانية برضو، الاتنين احلى من بعض. البنطلون بنطلون طويل وحلو خامتهم حلوة على 25، تلات قطع ستان برضو على 25، اللون حلو. دي برضو ستان 35، يعني الاسعار كده مختلفة بس حلوة، في حاجات حلوة على 25 وعلى 30، حتى اللي في 35 يعني تقييمي لهم كلهم حلوين على 30. يعني اللي ب 30 ما تشوفيهاش ان هي غالية، انت بتاخدي خامة ممتازة، يعني اصلا الحاجات دي كانت اسعارها عالية ومخفضة. على 25 برضو حلوة، في منها درجة تانية جميلة 25. ده الروب لوحده برضو، ده الروب لوحده خلي بالكوا على 25. هتلاقي بقى الروب مع البادي او مع القميص على 35 او على 39. 39 قطعتين هنا على 39، اما الروب لوحده على 25. ما تاخديش الروب لوحده، يعني 25 على الروب لوحده لا مش حلو. من الفساتين الحلوه اللي نزلت هناك حلوه وخامتها حلوه على 50، في منها درجه تانية. هي باستك يا جماعه كده من النص، تبقى حلوه بس في اللبس لما تتلبس يعني. برضو ده موديل تاني بس محتشم، يعني مفيهوش اي حاجة مفتوحة خالص، بس بنص كم على 60.
خلينا هنا برضو على 15 ريال، في تشكيلة حلوة قوي ولادي بشورت وبنطلون على 15 ريال. النهاردة بصراحة ما صورتش بناتي خالص، يعني الجولة كده كانت على السريع، لان انا كنت برجع حاجات. وخلي بالكم عايزة اقول لكم، انتوا ركزوا في الحاجة وانا هتكلم، اللي قدامكم ده كده كله على 15. عايزة اقول لكم على حاجة، خلي بالكم من الفاتورة. الفاتورة دلوقتي الاستبدال خلال اليوم، خلال 24 ساعة، الاستبدال والاسترجاع خلال 24 ساعة في الهرم بلازا، اما الاستبدال في الشامل التجاري خلال يوم والاسترجاع خلال 3 ايام. فخلوا بالكم من السياسات الجديدة اللي هم غيروها، فالناس بتبقى معتقدة ان قدامك اسبوع او اي وقت ممكن تروحي ترجعي، او لو مش هترجعي هتستبدلي. يعني كنا براحتنا بصراحة في الاول هنا على 22، فدلوقتي لا. يعني انا ما شفت الفاتورة النهاردة، ما كنتش مقررة اصلا ان انا اروح الهرم بلازا، وانا جايب الحاجة من يوم 22. فطبعا قلقت ورحت بسرعة عشان ان انا ما اتورطش في الحاجه، ان انا مثلا خلاص مقاسات مش حلوه وخلاص، يعني صرفت نظر عنها. فرحت والحمد لله ان الحاجه رجعت، محدش اتكلم ولا حاجه. بس خلي بالكو الاسترجاع والاستبدال خلال يوم واحد على 15، 15 و22 و24 في القسم الولادي. في حاجات جديده نزلت، هم كلهم اصلا يعني المكان كله في كل الاقسام في حاجات جديده نزلت عن ما انا صورت. وقت انا ما صورت كان اول يوم في التخفيضات، لكن انا شفت النهاردة ان في حاجات في الاقسام كلها نازلة جديد على 15. لا ده مش ب15 اللي فات، هنا على 12 ريال. تيشرتات برضو ما كانتش موجودة وقت انا ما صورت، حلوة وخامتها حلوة. في تيشرتات رجالي على 28 و29 حلوة برضو. اشوفكم على خير.